بس بخير. اهلا بس بخير. باللقاء مع السيد عبد الاله بن كيران. احنا جايين في اطار التكليف الملكي السيد رئيس الحكومه اطار استشارات مكلف بها، تلقينا منه دعوه كريمه نستجيب لها. احنا موجودين اليوم لدى السيد رئيس الحكومه. الموضوع لا ماشي هذا الشعار، انه المشاوره مكلف بها مع الاحزاب. سيدريس 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 سي